السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفة جديدة. بسم الله توكلنا على الله. غادي ندير معكم اليوم دوارة بلحم الراس ديال البقري، والدوارة حتى هي ديال البقري، وهذا لحم الراس. والبصلة، جوج بصلات كبار، والعطرية، والثومة، الثومة مبقوقة. وهي غادي ندير دابا الدوارة، ها هي غسلتها، ما خليتش فيها كاع الوسخ، كردتها وقديتها. ها هي ودابا غادي ندير لحم الراس. شوف تبارك الله، لحم الراس بحال اللي تقولي اللحم. لحم الراس غادي نديرو، وغادي ندير البصله، وندير الثومه مبقوقه، وندير العطريه. درت تحميره، قزبور، خرقوم، سكينجبير، البزار. وفي هاد الدواره سكينجبير تيكون اكثر من البزار والخرقوم. وغنزيد شويه ديال السودانيه، راه ما درتهاش. هادي السودانيه، ها هي ما درتهاش. السودانيه كتبقى على حساب الذوق، تكون حاره. وغندير الملحه، ملحه على حساب الذوق. قزبر ومعدنوس، بعدتهم عليا انا عاد قربتهم. قزبر ومعدنوس هما مقطعين، كملوش الرموله ديال الدواره ديالنا. دابا غادي نحركها مزيان، غادي نحركها ونديرها تقلى وعاد نمرقها. نخليها تشرب شويه العطريه ديالها، ونديرها تقلى ونمرقها، ونغسلها العافيه، نمهلها باش تطيب على خاطرها. ها هي الدواره ديالنا، ها هي واجده. دابا من بعد ما درتها فوق النار كتقلى، دابا غادي نخليها تقلى شويه، وغندير لها الماء، غادي نمرقها بالماء تيدوز فوق منها، وغادي نجهد لها العافيه غير تنوض الصفاره. غادي نقصلها وطيب المهل حسن، غادي نقص البوطه مزيان ونخليها تطيب. فاش طيب انا معاكم. دابا غندير لها الماء ونخليها طيب، ونخليها طيب مزيان. الدوارة ديال البقري كتهز شويه الطياب، نخليها طيب مزيان مزيان مزيان، وعاد نطفي عليها نشوفها عاوتاني الا خاصها المرقه ولا شي حاجه نزيد لها. المهم غادي نقص لها العافيه، طيب بالمهل، واخا داكشي نبقى نقلبها. ودابا غندوز ندير الشلاضه اللي غادي نرافق مع الدواره. ندير الشلاضه ديال البصله ومطيشه، غادي نقرد بصيله، شلاضه صحيه وزوينه. وغندير مطيشه، وغادي نطحنهم وندير لهم العطريه ديالهم.
بعد ما طحنات ليا ما طيشه مع البصله، دابا غادي ندير لها العطريه ديالها. ندير لها شويه ديال المعدنوس، كتجي زوينه وبنينه بهاد المعدنوس والقزبور والكمون والمليحه. وندير لها شويه ديال الزويته بلديه، وغادي نخلطها ونديرها في الطبيصلات رافقه مع الدواره، كتجي هي كتهضم الدواره زوينه. دابا غادي نحطو الغديوه ديالنا، غادي نحط شليضه يا البصله مطيشه، وغادي نشوف الدواره الا طابت باش نبدا نحطها في الطبصيل. بعد ما طابت لي الدواره جات بنينه بزاف وطايبه، فاش تنقصي لها العافيه كتمهلي لها العافيه كطيب على حقها وطريقها، وجات بنينه بزاف بزاف. دابا غادي نحط الغدا، غادي نحط الدواره ديالنا. دابا وقيت هاد البرد كتجي الدواره زوينه حتى هي، وكل هاد البرد والحمد الراس طابت هو جا كيحمق. دابا الدواره والحمد الراس كيجاو، وكنتمنى تجربوهم، وما تنساونيش بلي لايك وابوني وكلشي كيعرف يدير كلشي. واني انا مع البنات المبتدئات اللي باقيين صغارات، وهذا يجربوها ويديروا لي ابوني وجيم ويردوا عليا في الكومنتير، وشكرا.